هسه مشاهدينا حنروح الى روبورتاج عن البنت الخجوله. طبعا اغلب البنات يمتلكن صفه الخجل، اكيد انه هذا الشيء ايجابي لان هناك ست ميزات للبنت الخجوله، فخلينا نشوف هسه بكر من خلال هذا الروبورتاج. ست ميزات لا تجدها إلا في الفتاة الخجولة. لديها ثقة عالية بنفسها عكس ما هو رائج. هي فقط تنتظر الوقت المناسب لإظهار مهاراتها. كتومة جدا، تستطيع أن تأتمنها على أسرارك. مستقلة، تستطيع أن تدبر أمورها بمفردها. تتميز بالسخاء والإيثار ودائما ما تفكر في الآخرين. لا تسعى للفت الانتباه وتجيد الإصغاء للآخرين.